هذا يسأل يا شيخ عن الأسباب في موانع الإجابة، حيث اتجهت إلى الله عز وجل لطلب موضوع يخصني وأهلي، فاستمريت عدة سنوات، فما المانع من استجاب الدعاء مأجورين؟ أولا لا تستعجل، ادعو ربك ولا تستعجل وتقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي فتترك الدعاء، قد يؤخر الله الإجابة لصالحك، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما ينفعك، فعليك بالدعاء، لأن الدعاء عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة، فأكثر من الدعاء وأنت مأجور على ذلك وأنت في عبادة، ولا تستبطئ الإجابة، قد يؤخرها الله لصالحك، لأنه أعلم سبحانه وتعالى بما ينفعك وما يصلحك. نعم.